يقول السائل: هل دخول بلال رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر وعمر يدل على أفضلية بلال؟ نعم، بلا شك بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام، لا شك أنه له فضيلة، لكن ما هو بأفضل من أبي بكر وعمر. لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم خذه معه لأنه هو المؤذن، هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأجل أن يخدمه أو غير ذلك من نعم.